تدخل ضمن المشاريع الكبرى و 2261 مشروع ضمن المشاريع الصغرى. بخصوص التنسيق ديال الميزانية للوكالة وهنا كنهضروا على البصرة. انعقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية للخميسات في دورته العاشرة يوم الجمعة 6 أبريل 2018 بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الخميسات تحت رئاسة السيد الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد عبد اللطيف النحيلي، في حضور السيد عامل الإقليم السيد منصور قرفاح والسادة أعضاء المجلس الإداري. وبعد الكلمة الافتتاحية للسيد الكاتب العام وتدخل السيد العامل، قدم السيد منير يحيوي مدير الوكالة الحضرية للخميسات حصيلة أنشطة الموسم المؤسسة برسم سنة 2017 والعمل لسنة 2018، بالإضافة إلى البرنامج التوقيعي للفترة الممتدة ما بين 2018 و2021. وأقد أكد السيد المدير في مداخلته أن حصيلة أنشطة المؤسسة كانت إيجابية، حيث تم إنجاز نسبة مهمة مما تم الالتزام به خلال المجلس الإداري السابق، على الرغم من وجود بعض الإكراهات المتمثلة أساسا في التأخر في التأشير على ميزانية المؤسسة، حيث جاءت الحصيلة كما يلي: فيما يخص التخطيط الحضري، بلوغ نسبة 100% من التغطية بدراسة وثائق التعمير والمصادقة على 10 وثائق تعمير، حيث تم الوصول إلى 21 وثيقة تعمير مصادقة عليها، إحالة 5 وثائق تعميرية على المصادقة، ثم تأطير وإعداد 14 وثيقة تعمير، تتبع وتوجيه التهيئة العمرانية للخميسات وتيفلت وسيدي علال البحراوي، ثم تغطية كافة مدن ومراكز الإقليم بالصور الجوية والتصاميم الفوتوغراميتية، كما أكد على إعداد وتأطير 5 دراسات متعلقة بإعادة هيكلة 29 حي سكني ناقص للتجهيز بمدينة الخميسات. أما فيما يتعلق بالتدبير الحضري، فقد تمت دراسة مجموعة 2136 ملف طلب الترخيص همت 560 مشروعا في إطار مسطرة المشاريع الكبرى و 1574 في إطار مسطرة المشاريع الصغرى و 743 مشروعا بالعالم القروي، حظى منها نسبة 77 بالموافقة. وعرفت هذه الدورة مصادقة أعضاء المجلس على جميع التوصيات المقترحة، ومن خلال كلمته الختامية وجه السيد الكاتب العام للوزارة كلمة شكر للسادة الأعضاء على دعمهم المستمر للوكالة الحضرية، ونوه بالمجهودات المبذولة من طرف إدارة وموظفين المسؤول المؤسسة. وقد اختتمت أشغال هذه الدورة بتلاوات ببرقية الولاء مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأقر عينكم بولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملك الأمير الجليل خديجة، وشد أذركم بشقيقكم صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته، خادم الأعتاب الشريفة، رئيس المجلس الإداري للوكالة الحضرية للخميسات، حرر بالخميسات يوم الجمعة 19 رجب 1436 الموافق 6 أبريل 2018. Thank you.